التي حلت بفنائك وأناخت بوحلك، أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس، والحور سجد أصدرك أم مستودع العلم والحجام لتحطيمه جيش من الجهل يعمدون، أرأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يرددوا، أأمك أم الكتاب دنهدت فذاب وشيجا قلبها المتنهد، وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تنعى وأخرى تردد، وقد نصب الوحي العزاء ببيتي عليك حدادا والمعزى محمد، لما أصبح الحسين عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تعالى أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال، ثم صفهم للحرب وكانوا 77 ما بين فارس وراجل، فجعل زهير بن القين في الميمنة وحبيب بن مظاهر في الميسرة، وأعطى رايته أخاه العباس، وثبت هو عليه السلام وأهل بيته في القلب، وأقبل عمر بن سعد نحو الحسين في 30,000 على أقل الروايات، وجعل على الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي، وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن العامري، هو على الخيل عزوة بن قيس الأحمسي، وعلى الرجالة شبث بن ربعي، والراية مع مولاه دويت وقيل دويت، وأقبلوا يجولون حول البيوت فيرون النار تضطرم في الخندق، فنادى شمرا بأعلاها صوته: يا حسين، تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. فقال الحسين عليه السلام: من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن. فقيل: بلى يا ابن رسول الله. فقال: ما تقول يا ابن راعية المعزى؟ أنت أولى بها مني صليا. فرام مسلم بن عوسج أن يرميه بسهم، فمنعه الحسين وقال: أكره أن أبدأهم بقتال. ثم طلب راكبته
وكب على جمل وأخذ يخطب في القوم إلى قنقا. أيها الناس أنسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه، هو أول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي: هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، هو أبا سعيد الخدري، وسهل بن سعد الساعدي، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، يخبركم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ ثم قال الحسين رافعا صوته: فإن كنتم في شك من هذا القول، أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم: أتطلبوني بقتيل منكم قتلته، أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص جراحة؟ فأخذوا لا يكلمون. فنادى عليه السلام: يا شبث ابن ربعي، ويا حجاب ابن أبجب، ويا قيس ابن أشعث، ويا زيد ابن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن أقدم قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة؟ فقالوا: لم نفعل ذلك. قال: سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. ثم قال: أيها الناس، إن كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمن من الأرض. فقال له قيس بن الأشعث: أولا تنزل على حكم بني عمك؟ يقصد عبيد الله بن زياد، فإنهم لم يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال الحسين عليه السلام: أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. وأقبل القوم يزحفون نحو الحسين، وكان فيهم عبد الله بن حوزة التميمي، فصاح: أفيكم حسين؟ أفيكم حسين؟ أفيكم حسين؟ فقال أصحاب الحسين: هذا الحسين، فما تريد منه؟ قال: يا حسين، أبشر بالنار. فقال الحسين: كذبت والله، بل أقدم على رب غفور كريم مطاع شفي، فمن أنت؟
فقال أنا ابن حوزة. فرفع الحسين يديه حتى بان بياض إبطيه وقال اللهم حزه إلى النار. فغضب ابن حوزة وأقحم الفرس إليه وكان بينهما نهر فسقط عنها وتعلقت قدمه بالركاب وجالت به الفرس فسقط عنها وانقطعت قدمه وساقه وفخذه وبقي جانبه الآخر معلقا بالركاب. وأخذت الفرس تضرب به كل حجر وشجر وألقته في النار المشتعلة في الخندق فاحترق بها ومات وإلى جهنم وبئس المصير. ثم تقدم زهير بن القين وبرير بن خضير وخطبا في القوم لكن لم ينفعهم ذلك. ثم إن الحسين ركب فرسه وأخذ مصحفا ونشره على رأسه جعل المصحف على رأسه ووقف بإزاء القوم وقال يا قوم إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله. ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف جده النبي صلى الله عليه وآله ولامته وعمامته قائلا أليس هذا عمامة رسول الله؟ أليس هذا سيف رسول الله؟ أنا متقلد بها. أليس هذه جبة رسول الله؟ أنا لابسها. فسألهم عما أقدمهم على قتله قالوا طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. فقال لهم ويحكم أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتأزرت فروعكم فكنتم أخبث ثمرة شجا للناضب وأكلة للغاصب. يأبى الله لنا ذلك، ألا وإن الدعي ابن الدعي ويقصد بها عبيد الله بن زياد قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة لئام على مصارع الكرام. ثم رفع يديه نحو السماء وقال اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يقصد بها المختار يسقيهم كأسا مصبرة فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. والله لا يدع والله لا يدع أحدا منهم إلا انتقم لي من قتل قتلة بقتلة وضربة بضربة وإنه لينتصر لي ولأهل بيتي وأشياعي. ثم بعد ذلك حملت عليه الرجالة ترميه بالنبل فأخذ يتراجع ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم تقدم الشم وصاح بأعلى صوته أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ فأعرضوا عنه ولم يجيبوه
فقال الحسين عليه السلام: أجيبوه ولو كان فاسقا. قالوا: ما شأنك وما تريد؟ فقال: يا بني أختي، أنتم آمنون، فلا تقتلوا أنفسكم مع الحسين، وألزموا طاعته أمير المؤمنين يزيد على حد تعبيره. فقال له العباس رافعا صوته: يا شيم، لعن الله، لعنك الله ولعن أمانه، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟ ثم تقدم عمر بن سعد نحو عسكر الحسين ورمى بسهم نحو قيام أبي عبد الله، وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رماه، ثم رمى من بعده فلم يبق من أصحاب الحسين أحد إلا أصابه من سهامه. فقال الحسين عليه السلام لأصحابه: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. فحمل أصحابه حملة واحدة واقتتلوا ساعة، فمن جلت الغبر إلا عن 50 صريعا من أصحاب أبي عهد رضوان الله تعالى عليه. ولما نظر الحسين إلى من بقي من أصحابه وإلى كثرة من قتل منهم، فبعد ذلك أخذ الرجلان والثلاثة والأربعة يستأذنون الحسين في الذب عنه والدفع عن حرمه، وكل يحمل آخر من كيده عدوه. ثم بعد ذلك التفت أبو ثمامة الصائدي إلى الشمس قد زالت وحان وقت أذان الظهر، فقال للحسين: يا أبا عبد الله، نفسي لك الفدا، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك. لا والله، لا تقتل حتى أقتل دونك، وأحب أن ألقى الله، وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها، أصلي مع الحسين آخر فريضة، آخر صلاة. فرفع الحسين رأسه إلى السماء وقال: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم، هذا أول وقتها، سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي، يمهلونا وقت الصلاة. فقال الحسين وهو من الأعداء: إنه لا تقبل منكم. فقال حبيب بن مظاهر: زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار؟ فحمل عليه الحسين، فضرب حبيب وجه فرسه بالسيف فشبث به ووقع عنه، واستنقذه أصحابه فحملوه إلى معسكرهم، وقاتلهم حبيب قتالا شديدا، فقتل على كبر سنه 62 رجلا. وحمل عليه بديل بن صريم فضربه بسيفه، وطعنه آخر من تميم بهم حل، فسقط حبيب إلى الأرض،
فذهب ليقوم وإذا الحسين يضربه بالسيف على رأسه فسقط حبيب لوجهه ونزل إليه التميمي واحتز رأس حبيب من جسده فهد مقتله الحسين لما نظر إليه جثة بلا رأس فقال عند الله أحتسب نفسي وحمات أصحابي واسترجع كثيرا قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون. وخرج من بعده الحر بن يزيد الرياحي ومعه زهير بن القين يحميه ظهره، فكان إذا شد أحدهما واستلحم شد الآخر واستنقذه، ففعل ساعة وإلا فرس الحر لمضروب على أذنيه وحاجبيه والدماء تسيل منه. وجعل الحر يرتجز ويقول إني أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف، عن خير من حل بأرض الخيف أضربكم ولا أرى من حيف. حتى قتل منهم جماعة كثيرة، فقال الحسين ليزيد بن سفيان هذا الحر الذي كنت تتمنى قتله فجهز عليه واقتله. قال نعم، وخرج إليه يطلب المبارزة، فما أسرع أن قتله الحر وصرعه على الأرض وبعثه إلى جهنم وبئس المصير. ثم رمى أيوب بن مشرح الخيواني فرس الحر بسهم فعقره وشب به الفرس فوثب عنه كأنه ليث وبيده السيف، وجعل يقاتل راجلا حتى قتل منهم نيفا وأربعين، ثم شدت عليه الرجال حتى صرعته على الأرض ميتا. وحمله أصحاب الحسين عليه الصلاة والسلام ووضعوه أمام الفسطاط الذي يقاتلون دونه الذي هو فسطاط الشهداء والقتلى. فالتفت الحسين إلى الحر وكان به رمى، فقال له وهو يمسح الدمع أنت الحر كما سمتك أمك، وأنت الحر في الدنيا والآخرة. ورثاه رجل من أصحاب الحسين، وقيل علي بن الحسين هو من رثاه، لنعم الحر حر بني رياحي صبور عند مشتبك الرماحي، ونعم الحر إذ فادى حسينا وجاهد بنفسه عند الصباح. ثم بعد ذلك لما صرع جميع أصحاب الحسين نظر المولى يمينا شمالا لا يرى إلا من صافح التراب جبينه وهو على الأرض صبيع، فجاءت النوبة إلى مصارعي إلى أهل بيت الحسين وبني هاشم، وكان أول من برز إليهم هو علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وعمره 27 سنة كما في بعض الروايات. ف
فأحطنا به النسوة وقلنا وحم غربتنا يا علي، فليس لنا طاقة بفراقك. فلم يعبأ بكلامهن فاستأذن أباه الحسين، فبرز على فرس للحسين يسمى لاحقة، لأنه لا يلحق شيئا إلا وصل إليه. ثم شد على القوم وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضرب بالسيف أحمي على أبي ضرب غلام هاشمي الغرشي. ثم نظر إليه الحسين نظرة آيس منه وأبخى عينيه بالدموع وصاح بعمر بن سعد: ما لك يا عمر بن سعد؟ قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، وسلط عليك من يذبحك على فراشك. وكان كما قال الحسين عليه السلام، فذبحه ابنه على فراشه. ثم رفع شيبته المقدسة نحو السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا. وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبي نظرنا إلى هذا الغلام. اللهم فامنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفيقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضى الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. ثم تلا قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ولم يزل يحمل على الميمنة ويعيدها على الميسرة حتى قتل منهم عددا كبيرا، وقد اشتد به العطش فرجع إلى أبيه يستوي ويذكر له ما أجهده من العطش قائلا: يا أبا، العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من ماء سبيل؟ فبكى الحسين عليه السلام وقال: واغوثا، ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكأسه شربة لا تظمأ بعدها. وأخذ لسانه فمصه، ودفع إليه خاتمه ليضعه في فيه، فرجع علي إلى الميدان، لكنه آخر رجوع، وزحف فيهم زحفة العلوي وقاتلهم أشد قتال، فأكثر القتلى في أهل الكوفة. فقال مرة بن منقذ العبدي: علي آثام العرب، هل لم أثقل أبا الحسين به؟ فطعنه بالرمح في ظهره، وضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته. فاعتنق الشام
فاعتنق علي الأكبر فرسه فاحتمله على إلى معسكر الأعداء وأحاطوا به حتى قطعوا بسيوفهم رب الهبى ونادى رافعا صوته أبا أبا عليك من السلام هذا جدي قد سقى لي بكأسه شربة لا أظمأ بعدها وهو يقول إن لك يا حسين كأس المذخورة فأتاه الحسين عليه السلام وانكب عليه وأضع خده على خده وهو يقول بني علي على الدنيا بعدك العفا ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول يعز على جدك وأبيك أن تدعوه فلا يجيبوك وتستغيث بهم فلا يغيثوه قعد عنده وشافا قام مضلع ويبدأ ما سابح متارب الخد متواصل طبوه والراس نص حنا ظهر على ولاده وتحش ثم أخذ بكفه من دمه الطاهر ورمى به نحو السماء فلم يسقط منه قطرة وأمر فتيانه أن يحملوه إلى الخيمة وقد صاح بهم يا فتية بني هاشم هلموا واحملوا أخاكم إلى الفسطاط فجاءوا به إلى الفسطاط الذي يقاتلون أمامه وحرائر بيت الواحد ينظرن إليه محمولا قد جللته الدماء بمطارف العز حمراء وقد وزع جثمانه الضرب والطير ثم خرج من بعده عبد الله بن مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب وأمه رقية الكبرى بنت أمير المؤمنين وهو يقول اليوم ألقى مسلما وهو أبي وعصبة بادوا على دين النبي فقتل جماعة بثلاث حملات ورماه يزيد بن الرقاد الجهني فاتقاه بيده فسمرها إلى جبهته فما استطاع أن يزيلها عن جبهته فقال اللهم إنهم استقلونا واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا وبينا هو على هذا إذ حمل عليه رجل برمح فطعنه في قلبه فمات هذا الولد الغلام فجاء إليه يزيد بن الرقاد وأخرج سهمه من جبهته وبقي النصل فيها وهو ميت ولما قتل عبد الله بن مسلم حمل آل أبي طالب حملة واحدة فصاح بهم الحسين صبرا على الموت يا بني عمومتي فوالله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم فوقع فيهم عون بن عبد الله ابن جعفر بن الطيار وأمه العقيل زينب الكبرى
وأخوه محمد وأمه الخوصاء وعبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب وأخوه جعفر بن عقيل ومحمد بن مسلم بن عقيل كلهم وقع على الأرض صريعا وأصابت الحسن المثنى ابن الإمام الحسن الصيب 18 جراحة وقطعت يده اليمنى لكنه لم يستشهد وخرج من بعد ذلك أبو بكر بن أمير المؤمنين واسمه محمد قتله زجر بن بدر النخعي وخرج عبد الله بن عقيل فما زال يضرب فيهم حتى أثخن بالجراح وسقط إلى الأرض فجاء إليه عثمان بن خالد التميمي واحتز رأسه الشبيب ثم خرج من بعد ذلك أبو بكر بن الحسن بن أمير المؤمنين ابن الإمام الحسن المجتبى وهو عبد الله الأكبر وأمه أم ولد يقال لها رملة فقاتل حتى قتل وخرج من بعده القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم فلما نظر إليه الحسين اعتنقه وبكى ثم أذن له بالقتال لزمة رجاب اسكنا يا وعمته بحلقة شمة ومن الخيام مذولة طلعت ناديه أم يا ابني يا جاسم الوكيل حالك العام مقضوم لليوم ناخرتك أنا مالك تخيب ظنوني فبرز وكأن وجهه شقة قمر وبيده السيف وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلة فمشى يضرب بسيفه فانقطع شسع نعله اليسرى وأنف ابن النبي الأعظم أن يحتفي في الميدان فوقف يشد شسع نعله وهو لا يزن الحرب إلا بمثله غير مكترث بالجام ولا مبال بالألوف وبينه على هذا إذ شد عليه عمرو بن سعد الأزدي فقال حميد بن مسلم وما تريد من هذا الغلام يكفيك هؤلاء الذين تراهم احتوشوا فقال والله لأشدن عليه فما والله حتى ضرب القاسم على رأسه بالسيف فوقع القلام لوجهه على الأرض فقال يا عمّا وأمه واقفة بباب الخيمة تنظر إليه وهي مدهوشة فأتاه الحسين عليه السلام كالليث الغضب فضرب عمرا بالسيف فاتقاه بالساعد فأطنها من المنفق أي قطعها فصاح صيحة سمعها العسكر فحملت خيل بن سعد تستنقذه فاستقبلته بصدرها ووطأته بحوافرها فمات ذاك اللعين إلى جهنم وبئس المصير ومن جلت الغبرة إلا والحسين قائم على رأس الغلام وهو يفحص برجليه ويديه كأنه الطير المذبوح
والحسين عليه السلام يقول: بعدا لقوم قتلوك خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. ثم قال عز والله: على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت، والله كثر واتب وقل ناصر. ثم حمله الحسين عليه السلام، وكان صدر القاسم على صدره ورجلاه يخطان في الأرض خطا، فألقاهما علي الأكبر والقتلى. جاب ومدد ما بين أخوته وبيشعدهم يا ويلي وهم موت، وبس ما سمع النسوان صوت اجت واملت صيح الله اكبر. ثم رفع الحسين عليه السلام طرفه الى السماء وقال: اللهم احصهم عددا ولا تغادر منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا. ولما راى العباس عليه السلام كثرة القتلى من اهله، لما راى اخوانه واحبته على رمضاء كربلاء صبعة، قال لإخوته من أمه وأبي عبد الله وعثمان وجعفر: تقدموا يا بني أمي حتى أراكم نصحتم لله ولرسوله، خلي أشوفكم أمامي أنتم مقتولين في سبيل الحسن. والتفت إلى عبد الله وكان أكبر من عثمان وجعفر وقال: تقدم يا أخي حتى أراك قتيلا. فقاتلوا بين يدي أبي أبي الفضل حتى قتلوا بأجمعهم، ولم يستطع العباس صبرا على البقاء بعد أن فنى صحبه وأهل بيته، ويرى الحسين مكثورا وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، قد انقطع عنه المدد وملأ مسامعه عويل النساء وصراخ الأطفال من العطش، فطلب من أخيه الرخصة. فقال له الحسين عليه السلام: يا أخي أنت صاحب لوائي، إلى أين تذهب يا نور عيني؟ فقال العباس عليه السلام: أخي يا أبا عبد الله، سيدي يا أبا عبد الله، قد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين وأريد أن آخذ ثأري منهم. فأمره الحسين عليه السلام أن يطلب الماء للأطفال لأنهم كانوا ينادون العطش العطش. فذهب العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم، غضب الجبار فلم ينفع، فنادى بصوت عال: يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله، قد قتلتم أصحابه وأهل بيته، وهؤلاء عياله وأولاده عطاشا، فاسقوهم من الماء، قد أحرق الظمأ قلوبهم. وهو مع ذلك يقول: دعوني أذهب إلى الروم أو الهند وأخلي لكم الحجاز والعراق. فصاح شمول بأعلى صوته: يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد.
فرجع إلى أخيه يخبره، فسمع الأطفال يتصارخون من العطش، فثارت به الحمية الهاشمية. ثم إنه ركب جواده وأخذ القربة وقصد الفرات، فأحاط به 4000 ورموه بالنبا، فلم يعبأ بجمعهم ولا راعته كثرتهم، وشد عليهم يضربهم بسيفه فلم تثبت لهم رجاله، حتى كشفهم عن الفرات ودخل الماء واغترف من الماء ليشرب، فواسى الحسين في عطشه فرمى الماء على الماء. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين الوارد المنون، وتشربين بارد المعين، هذا حسين وارد المنون، تالله ما هذا فعال ديني، شلون اشرب واخويا حسين عطشة، وسكنة والحرام واطفال وضع، وضعين قلب العليل التهاب نيران، يا ويت الماي بعد الأحلى ومر. ثم ملأ القربة وركب جواده وتوجه نحو المخيم، فقطع عليه الطريق، فحمل عليهم يضربهم حتى أكثر القتلى فيهم، وكشفهم عن الطريق وهو يقول ويرتجس: لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى أواري في المصاليت لقى، نفسي لصبط المصطفى الطهري وقى، إني أنا العباس أخدو بالسقى. فكمن له زيد بن الرقاد الججني من وراء نخله، فضربه على يمينه فقطعه، فأخذ العباس السيف بشماله وحمل عليهم وهو يرتجز ويقول: والله إن قطعتموه يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني، نجل النبي الطاهر الأمين. فلم يعبأ بيمينه بعد أن كان همه إيصال الماء إلى أطفال الحسين وعياله، ولكن حكيم ابن الطفيل كمن له من وراء نخله، فلما مر به ضربه على شماله فقطعه، فوقف وهو يرتجز ويقول: يا نفس لا تخشي من الكفار، هو أبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. وتكاثروا عليه وأتته السهام كالمطر، فأصاب القربة السهم
وأويق ماؤها، وعندها خاب الظن والأمل عند أبي الفضل العباس، وجاء سهم آخر وأصاب سد صدوه، وسهم أصاب عينه وضربه رجل بالعمود على رأسه فسقط على الأرض وهو ينادي: عليك مني السلام أبا عبد الله، أدركني يا أخي. فأتاه الحسين ورآه مقطوع اليد والسهم نابت في العين، فقال: أخي أبا الفضل، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. تعنى من الخيام للعلقم ويحسن يصيح بصوت: يا عضدي طحت بعد ما شوف دربي يا ضوى العين، يا خويا الكون كله بعيني أظلم. فبينا إمامنا عند أبي الفضل، وإذا بأبي الفضل انتبه وقال: سيدي ما تريد أن تصنع؟ قال عليه السلام: أريد حملك إلى المخيم. فقال: لا تصنع ذلك، لأني خجل من سكينة، فإني وعدتها بالماء ولم أفلها. وبعد هنيئة بين الإمام يكلم العباس يشمه ويقبله: إذ فاضت روح أبي الفضل رحم الله من نادى وعباس. فرجع الحسين عليه السلام إلى الخيام منكسرا حزينا باكيا يكفكف دموعه بكمه، وقد تدافعت الرجال على مخيمه، فنادى أمام المغيث يغيثنا، أمام المجيب يجيبنا. بعد ما بقى أحد مع الحسين، بعد بقى فريد مولاك الحسين وحيد، أما من طالب حق ينصرنا، أما من خائف من النار فيذوب عنا. فأتته سكينة وسألته عن عمها العباس، فأخبرها بقتله، فسمعت زينب ذلك فصاحت: وأخا وعباس، وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. فبكينا النسوة وبكى الحسين معهن، وقال: وضيعتنا بعدك يا عباس. ولما قتل العباس التفت الحسين فلم ير أحدا ينصره، ونظر إلى أهله وصحبه مجذبين كالأضاحي، وهو يسمع عويل الأيام وصراخ اليتامى، فصاح بأعلى صوته: هل من ذاب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ فارتفعت أصوات النساء بالبكاء، ثم نهض السجاد عليه السلام يتوكأ على عصاه ويجر سيفه على العرض على الأرض لشدة ضعفه، فصاح الحسين بأم كلثوم: أخي أم كلثوم،
احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد، فأرجعته إلى فراشه. ثم إنه أمر عياله بالسكوت وودعهم، وكان عليه جبة خز دكنا وعمامة موردة أرخى لها ذؤابته، والتحف ببردة رسول الله وتقلد بسيفه، ثم طلب ثوبا لا يرغب في حد يضعه تحت ثيابه لئلا يجرد من، فإنه مقتول مسلول. فأتوه بتبان فلم يرغب فيه لأنه من لباس الذلة، وأخذ ثوبا خلقا وخرقه وجعله تحت ثيابه، ودعا بسراويل حبرة فسرها ولبسها لئلا يسلبها، ودعا بولده الرضيع يودعه. فأتته زينب بابنه عبد الله وأمه الرباب، فأجلسه في حجره، أخذ يقبله، ثم ذهب به نحو القوم يطلب له الماء، فرماه حرملة بن كاهل الأسدي بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد في حجر أبيه. فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السماء فلم تسقط منه خطوة. تلقى حسين دم الطفل بيده، اش حال اللي ينكتل بحيضنا وليده، وسالي وتوسجف من وريده، وذب للسماء وللقاع ماخر. ثم قال الحسين عليه السلام: هون لي هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى، اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، إلهي إن كنت حبست عنا الناس فاجعله لما هو خير من، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. اللهم أنت الشاهد على قوم قتلوا أشبه الناس برسولك محمد، حتى إلى الآن الحسين قلبه محترق على علي الأكبر. فسمع قائلا يقول: دعه يا حسين، فإن للمبل عبد الله مرضعا في الجنة. فجاء به إلى خيمة العقيل زينب، وما رجع به إلى أمه، لأن الأم لا تتمكن أن ترى ولدها مقتولا أمامها. فخرجت إليه العقيلة فنظرت إلى الطفل، وإذا به مذبوحا من الوريد إلى الوريد، والسهم نابت في نحره، والدم يجري على صدره. قل لي يا خوي الطفل عني دغطي، مالك قلب يا حسين أصدلي. ثم نزل عليه السلام عن فرسه وحفر له بجفن سيفه ودفنه مرملا بدمه، وصلى عليه، ويقال أنه وضعه مع القتلى.
ثم تقدم الحسين نحو القبر. بعد مولاك تايروح للمقتل للمصرع. ثم تقدم الحسين نحو القبر مصلتا سيفه. آيسا من الحياة مصلتا سيفه. آلسا من الحياة ودع الناس إلى البراز. فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى قتل جمعا كثيرا. ثم حمل على الميمنة وهو يقول الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. وحمل على الميسرة وهو يقول أنا الحسين بن علي آليت ألا أنجني أحمي عيالاتي أبي أمضي على دين النبي. فقال عبد الله بن عمار بن يغوث ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وصاحبه أربط جأشا من ولا أمضى جنا ولا أرجأ ولا أجرأ مقدمة. ولقد كانت الرجال تنكشف بين يده إذا شد فيها ولم يثبت له أحد. فصاح عمر بن سعد بالجمع هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب احملوا عليه من كل جانب. فأتته 4000 نبلة وحال الرجال بينه وبين رحله. فصاح بهم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعم. فناداه شيب ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال عليه السلام أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا واقصدوني بنفسي. فقال شمر لك ذلك. وقصده القوم واشتد القتال وقد اشتد به العطش. فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج وكان في 4000 فكشفهم عن الماء وأقحم الفرس الماء. فلما هم الفرس ليشرب قال الحسين عليه السلام أنت عطشان وأنا عطشان فلا أشرب حتى تشرب. فرفع الفرس رأسه كأنه فهم كلام الإمام. ولما مد الحسين يده ليشرب ناداه رجل يا حسين أتتلذذ بالماء وقد هتكت حرمه؟ فرمى الماء على الماء ولم يشرب وقصد الخيمة فوجدها سالمة. ثم إنه عليه السلام ودع عياله ثانية وأمرهم بالصبر وقال استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرام. فلا تشكوا ولا تلقوا ولا تقولوا بألسنتكم
ما ينقص من قدركم. ثم التفت الحسين إلى ابنته سكينة فرآه منحازة عن النساء جالسة جنب الخيمة باكية نادبة، فوقف عليها مصبرا مسليا فقال حمر بن سعد ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه، والله الفرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم على ميسرتكم. فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين أطناب المخيم، وشك سهم بعض أزر النساء فدهشنا وأرعبنا وصحنا ومحمدا، ودخلنا الخيمة ينظرنا إلى الحسين كيف يصنع وهو فريد لا ناصر له ولا معين. فحمل عليهم كالليث الغضبان فلا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه فقتله، والسهام تأخذه من كل ناحية وهو يتقيها بصدره ونحره، ورجع إلى مركزه يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى يقول للنسوان والأطفال ترى الحسين لا زال حي. وطلب في هذا الحال ماء، يا قوم اسقوا لي شربة من الماء قد تبلد كبدي من العطش. فقال الشيب لا تذوقه حتى ترد النار. ونادى رجل يا حسين ألا ترى الفرات كأنه بطون الحيات، فلا تشرب منه حتى تموت عطشا. فقال يا الحسين اللهم أمته عطشا. فكان ذاك الرجل عند موته يطلب الماء فيؤتى به فيشرب حتى يخرج من فيه، وما زال كذلك عطشانا إلى أن مات كذلك. ثم رماه أبو الحتو في الجعف وويلاه. بعد المولى دايروح لحظات الأخيرة، راحت زينب تصير من دون حامل، راحت تتيتم رقية وسكينة. فرماه أبو الحتو في الجعف بسهم فوقعت في جبهته، فنزعه وسالت الدماء على وجهه، فقال اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عماد هؤلاء العصاة، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقتلوننا. وصاح بصوت عال يا أمة السوء بالسما خلفتم محمدا في حجرته، أما إنكم لا تقتلون رجلا بعدي، فتهابون قتله بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم إياه. وأيم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. ولما ضعف عن القتال وقف ابن رسول الله يستريح
تعب الإمام من القتال، فوقف يستبيح هنيه فضربه رجل بحجم فوقع في جبهته فسال الدم على وجهه فرفع ثوبه ليمسح الدم على عينه. الإمام رفع عينه فبان بياض صدره فوضع حرمله سهما ذي 30 شعير ثم رماه نحو الحسين فوقعت في قلب الحسين رحم الله من نادى وحسينا 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 فقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ثم أخرج السهم من قفاه فانبعث الدم كالمزايا فوضع يده تحت الجوب فلما امتلأت رمى به نحو السماء وقال هون علي ما نزل بي إنه بعين الله فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض ثم وضعها ثانية فلما امتلأت لطخ بها رأسه ولحيته وشيبته وهو يقول هكذا أكون حتى ألقى الله وألقى جدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وأقول يا جدي قتلني فلان وفلان وأعياه نزف الدم بعد تعب الإمام ما بيحيل الحسين نزف نزفا شديدا بعد الإمام ما بيحيل فجلس على الأرض ينوء برقبته فانتهى فيها إليه في هذا الحال مالك ابن النَّاسِ فشتمه وسبه ثم ضربه بالسيف على رأسه رحم الله من نادى وحسينا وكان عليه برنوس فامتلأ البرنوس دمه فقال الحسين لا أكلت بيمينك ولا شربت وحشرك الله مع الظالمين ثم ألقى البرنوس واعتم على القنس قال هاني ابن ثبيت الحضرمي إني لواقف عاشر عشرة لما صرح الحسين إذ نظرت إلى غلام من آل الحسين عليه إزار وقميص وفي أذنيه درتان وبيده عمود من تلك الأبنية وهو مذعور يلتفت يمينا وشمالا فأقبل رجل يركض حتى إذا نادى منه ما لعن فرسه وعلاه بالسيف فقتله ثم إنهم لبثوا هنيئة وعادوا إلى الحسين وأحاطوا به وهو جالس على الأرض لا يستطيع النهوض الله يساعدك تسمع المولى بهالحالة فنظر عبد الله بن الحسن الصبي وله 11 سنة إلى عمه وقد أحدق به القوم فأقبل يشتد نحو عمه فأرادت زينب حبسه فأفلت منها وجاء إلى عمه وأهوى بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين فصاح الغلام يا ابن الخبيث أتضرب عمي فضربه واتقاه الغلام بيده فأطنها إلى الجيل فكانت يده معلقة فصاح الغلام يا عماه ووقع في حجر الحسين فضمه إليه
وقال يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله تعالى يلحقك بآبائك الصالحين. ورفع يديه قائلا اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم تفيقا واجعلهم طرائق خددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا. فبينما هو في حضن عمه إذ رماه حرمل بسهم فذبحه على صدر عمه من الوريد إلى الوريد. ما عدا آخر لحظات، ها آخر لحظات الحسين بأي حالة، قلبه ينزف دما، رأسه مطبب مفلوق الهامة، أولا مكسور الجبهة، وبقي الحسين مطروح المليا ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوا، إلا أن كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره الإقدام. فصاح الشهم ما وقوفكم، ما تنتظرون من رجل وقد أثقلته السهام والرماح، احملوا عليه احملوا عليه حملة رجل واحد. فحملوه عليه فضربه لعين على كتف الأيسر السيف ورماه الحسين في حلقه، وضربه آخر على عاتقه، رحم الله من أذى حسينا. ثم طعنه سنان بن أنس في ترقوته، ثم في بواني صدره، ثم جماه بسهم في نحره، وطنعنه لعين في جنبه. فقال هلال بن منافع: كنت واقفا نحو الحسين وهو يجود بنفسه، فوالله ما رأيت قتيلا قط مذمخا بدمه أحسن منه وجها ولا أنور. ولقد شغلني نور وجهي عن الفكرة في قتله، فاستقى في هذه الحال ماء وقال: يا قوم اسقوني شربة من الماء. فأبوا أن يسقوه، وقال له رجل: لا تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. ولما اشتد به الحال رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم متعالي المكان، عظيم الجبروت شديد المحال، غني عن الخلائق عريض الكبرياء، اللهم احكم بيننا وبين قومنا، فإنهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على الوحي، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. فأقبل الفرس يدور حوله، الفرس يدور حول الحسين ويلطخ ناصيته بدم الحسين. فصاح ابن سعد: دونكم الفرس فإنه من جياد خيل رسول الله. فأحاطت به الخيل فجعل يومح برجليه حتى قتل 40 رجلا وعشرة أفراس. فقال ابن سعد: دعوه لننظر ماذا يصنع. فلما أمن الطلب أقبل نحو الحسين يمرق ناصيته بدم الحسين ويشمه ويصهل صهيلا عاليا.
قال الباقر كان يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. ثم توجه نحو المقيم، فلما نظرنا النساء إلى الجواد مخزية ورأينا السوج عليه ملويا، خرجنا من الخدور ناشرات الشعور، على اللض على الخدود الاطمات وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات، والى مصرع الحسين مبادرة. فنادت ام كلثوم زينب العقيلة ومحمدا وابتا وعليا وجعفر وحمزة، تقل لابويا ابويا تشوف ابنك على الارض، يا حيدر يا حيدر يا حيدر انظر الى ولدك الحسين، صبيح بكربلاء. ثم نادت ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السهل، وانتهت نحو الحسين وقد دنا منه عمر بن سار في جماعة من أصحابه، والحسين يجود بنفسه. فصاحت أي عمر أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فصرف بوجهه عنها ودموعه تسيل على خده لعنه الله، فقالت ويحكم أما فيكم مسلم؟ فلم يجيبها أحد، بل أجابها عمر بن سعد حيث صاحب الناس انزلوا إلى الحسين وأريحوه. فبدر إليه الشيء فرفسه برجله وجلس على صدره وقبض على شيبته المقدسة، ثم ضربه بالسيف 12 ضربة. وبينما زينب كذلك إذ رأت رأس أخيها على القلاة، رحم الله بلادا وحسينه وحسينه حسين حسين أخي يا حسين. زنجان العزيز مهد زنجان. أيواي خدا بداد زينب برس بناس چل منزل با سر حسین بناس حسین روی زمین بلکنه بر. اومد آخرین لحظه وقتی که خواست وداع کنه، اومد بلوی جسد آقا سید الشهدا، بهش گفت برادر جان این حق میت بر حیه، اونی که می مرده بر زنده حق داره. چه حقی؟ این که اونو دفنش کنه، غسلش کنه، کفنش کنه، نماز بر جنازش بخونه، این حق توی برادر بر خواهر زینب. اما نگو زینب وفا نداره، نگو زینب همینطوری جسمم روی کروی زمین کربلا روگه. آخه زینب چاره نداره، برادر نگاه کن ببین شبیه مادرمون زهرا شده، برادر نگاه کن پهلو و بدنم سیاه، برادر نگو زینب غسلم نداد کفنم نگه،
بخدا عقب وزينب ودعم جام يمون عقب شدم اندهاي بيابان زينب وبخور میتونه زینب حسینه جوا کنه اصلا با حسین اومده که مواد از حسین جدا بشه اما چه کنه مواد عزیزم اللهم عجل لوليك الفرج يا الله عجل لوليك الفرج يا الله عجل لوليك الفرج يا الله اجعل فرجنا مع فرجه يا الله اللهم لا تمدنا حتى تبرى عنا يا الله اللهم اقض حوائجنا ومل أوصانا بالدعاء من له حاجة خاصة من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجه يا الله شافي جميع المرضى بعليلك وبلا زين العابدين يا الله لا تفرق بيننا وبين الحسين يا الله تقبل منا هذا القليل ومن المؤسسين يا الله إلى روح أمواتهم أمواتكم أموات شيعة من المؤمنين من ليس له وارث يذكر خدمة الحسين عامة نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.